نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل ايجاد انشاء ملف لتعريف الاعمال. نقوم بالضغط هنا على تطبيق كريم، من ثم سنقوم بالضغط هنا، بعدها سنقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، بعدها سنقوم بالضغط هنا على المعلومات الشخصية، من ثم سنقوم بالضغط هنا على انشاء ملف تعريف الاعمال، بعدها سنقوم بالضغط هنا على البدء، من ثم سنقوم بالضغط هنا، بعدها سنقوم بالضغط هنا، بعدها سنقوم بالضغط هنا، بعدها سنقوم بإدخال عنوان الإيميل الخاص بك، من ثم سنقوم بالضغط هنا على إنشاء الملف تعريف الأعمال. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة.